مرحبا، معاكم محمود إبراهيم من مؤسسة بيت التانير. السنة مشاركتنا كانت في القاعة 4 في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، والحمد لله مشاركة كانت مميزة أفضل من كل السنين اللي مضت. والحمد لله طبعا شاركنا السنة بكوليكشن أكبر من المنتجات، وأيضا شاركنا بأحد مقتنيات المتحف عندنا أيضا اللي هو بشت المنفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، وأيضا شاركنا بكوليكشن آخر لخناير المؤسسين، وشاركنا بمجموعة من خناير الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. ففي هذه النسخة من معرض الصيد كانت المشاركة أكبر ومميزة أكثر، وطبعا نشكر جهود القائمين على هذا المهرجان، ما قصروا صراحة، من أحسن إلى أحسن صراحة. طبعا نحن مؤسسة بيت الكانيار متخصصة في صناعة المنتجات التراثية اللي كانت مستخدمة على أرض الدولة في السابق، من الخناجر والسيوف ودلال القهوت، دلال القريشية، وأيضا المناديس والعصي التراثية وغيرها من المقتنيات التراثية أيضا، فكلها موجودة في هذا الستاند عارضينها اليوم في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. السلام عليكم، معكم محمد الأميري من شركة تمرين. طبعا احنا دائما نحرص على المشاركة في معرض الصيد الفروسية، ويكون عندنا أفضل التشكيلات لكل عام عن عام، نحاول نطور ونزيد عدد المنتجات الموجودة عندنا. طبعا هذه المشاركة احنا نشارك في معرض الصيد الفروسية من سنة 2007، فكل سنة نحرص على يكون عندنا قطعة أو قطعتين فنيات مختلفات من أحد الفنانين المشهورين من فرنسا اسمه بيير ريفردي. عندنا ماركتنا المحلية اللي اسمها سكاكين صالح، نحاول دائما نطلع موديلات جديدة ونطرح الموديلات هذه في معرض الصيد والفروسية. وعندنا أفضل سكين كانت حائزة على جائزة 2024، نفس السكين اللي فازت بالجائزة موجودة بعد معانا في المعرض هذا. بارتيج نبدأ بسيطة وسريعة عن بعض المنتجات اللي هي مثلا سكين بيير ريفردي، هي طبعا مصنوعة من حديد الفولاذ الدماسكس الجوهر. طبعا الجوهر اللي يستخدمه يعتبر من انواع الصعب صناعته، اللي تتكون من اكثر من طبقة مختلفة، توصل لتقريبا 600 طبقة من الجوهر. المقبض مصنوع من عاجل ماموت اللي منقرض من 10,000 سنة، تم حفر عليه الطير من نفس موطن الطير اللي هو في الجبال الأماكن هاي موجودة فيها. الستاندرد سكين جاي من عاجل ماموث ايضا منقرض من 10,000 سنه. السكين اللي فايزه بجائزه 2024 هي من صناعه شركه بروتك الامريكيه، صار لهم اكثر من سنه يفوزون بالجوائز. طبعا السكينه محفوره حفر كامل، موجود عليها صوره الاسد والحفر المختلف. سكاكين صالح طبعا السنه هاي حاولنا نجيب اشياء جديده ومتطوره، استخدام احدث المواد المستخدمه من التيتانيوم والكربون فايبر والأشياء هاي، واستخدام أفضل أنواع الحديد الموجودة في العالم، مثل إذا بالتفاصيل ماغنا كات M390 M390. فنحاول دائما نوفر للزبون أفضل المنتجات بنفس الوقت تكون بأفضل الأسعار العالمية. فطبعا الجناح يتكون أكثر من 1000 موديل سكين مختلف من جميع أنحاء العالم، نحاول نوفرها في المعرض هذا. معكم محمد الموسوي، مؤسس شركة سيف وخنجر. تأسست الشركة من قبل 9 شهور تقريبا، وهذه أول مشاركة لي الحمد لله في معرض أبوظبي. الحمد لله في إقبال كبير من الناس، يستفسرون عن المنتجات، بما أن هذه أشياء تراثية نحاول نثقف الناس شو هذه المنتجات عبارة عن شو، مصنوعة من شو، وتاريخها، والأمور اللي هي ممكن تفيد الناس في إحياء التراث الإماراتي. طبعا عندنا السيوف الإماراتية التقليدية
وعندنا السيوف الدمشقية اللي هي العربية، وعندنا كثير من المنتجات بما أنها موجودة عندنا مثل الخناجر الإماراتية اللي هي تساهم في إحياء التراث الإماراتي، وعندنا بعد اليولات مثلا المنتجات للأطفال. نحاول ننوع في الأمور هذه على أساس نغطي كافة الشرائح.